العديد من الأشخاص بيتبعوا الحمية الغذائية إلى جانب الرياضة حتى يفقدوا الوزن، ولكن هيدي الطرق أحياناً ما بتنجح. خلونا نتابع سوا الدكتورة الكوسا ربكايا شو رح تخبرنا عن أحدث التقنيات بتكسير الدهون وما يعرف بتكسير الدهون الباردة. خلونا نتابع سوا. سيهان يلي بتبلغ من العمر 27 سنة نتيجة الحمل والولادة اكتسبت وزن زايد. هالمشكلة ما قدرت تتخلص منها حتى بعد الحمية والرياضة يلي عملتها. لهيدا السبب زارت الدكتورة الكوسا ربكايا ليتم استخدام طريقة تحليل الدهون الباردة لتتخلص من مشكلتها. سيهان مرحبا. مرحبا. خبرينا ليه زرت الدكتورة الكوسا شو عم بتعاني؟ Bölgesel fazlalıklarımın kaldığını düşünüyorum. Bunun için de bugün soğuk lipoliz uygulaması yapılacak bana. Yoğun iş temposu arasında tercih etme sebebim yoğun iş programının arasında çok fazla vakit ayıramıyor olmam. Bu uygulamanın da tek seansta etkili bir sonuç sağlamasından dolayı tercih ediyorum. Yani bugün 8 hafta sürecek bir operasyonu tek seferde atlatmış olacağım. في كتير مناطق من جسمها لسيهان بتزعجها كتير، وقبل ما يتم العلاج بيتم هلأ أخذ مقاسات جسمها، وبعد مباشرة بيتم تطبيق تقنية تكسير الدهون الباردة على المناطق يلي بدنا إياها. رح تعطينا الدكتورة الكوسا ربكايا معلومات عن هيدي التقنية من العلاج بالوقت يلي عم بيتم فيه متابعة علاج سيهان. دكتورة شو هي تقنية الكريوليبوليز؟ كريوليبوليز؟ Teknolojisi yağ hücrelerini dondurmaya dayanan, Amerikan FDA onaylı teknolojisi olan bir bölgesel incelme metodudur. Kriyolipoliz ile yağ hücreleri dondurulur. Yağ hücreleri kas hücresine göre, sinir hücresine göre soğuğa hassas hücrelerdir. Vücut donmuş yağ hücrelerini 2 veya 3 ay içerisinde o bölgeden uzaklaştırılır. بالحقيقة في كتير طرق للتخلص من الوزن الزايد، بس تقنية تكسير الدهون الباردة تقنية عملية كتير بالنسبة للمريض والطبيب المعالج بذات الوقت، بالإضافة أنه ممكن تطبيق هيدي التقنية على أي مناطق بيكون فيها زيادة بالدهون مثل الورك أو الخصر أو الأكتاف أو أي مناطق تانية مثل البطن. وشو هي ميزات هيدي التقنية عن باقي التقنيات لتجميد الدهون؟ Bir ameliyat yöntemi değil. O yüzden anestezi gerektirmiyor, hastanın herhangi bir ağrısı olmuyor, ilaç gerektirmiyor. Günlük yaşantısına hemen uygulamadan sonra dönebiliyor. Bu büyük avantaj. Herkese uygulanıyor olması, olabilmesi çok büyük avantaj. Ve uygulama bölgesinde spor da yapsanız, kilo da verseniz, gitmeyen, hani yapışık şekilde kalan o kalıcı yağları, hiçbirimizin istemediği o kalıcı fazlalıkları bir seansta 3 ay içerisinde 8 ila 15 santim gibi bir incelme sağlayabiliyor. Bir bölge için bir seans uygulama yeterli. Eğer aynı bölgede tekrar bir incelme istiyorsak 2 ay sonra, 8 hafta sonra, 6 veya 8 hafta sonra tekrar bir uygulama yapılıyor. تقنية تكسير الدهون الباردة من التقنيات الآمنة كتير لخسارة الوزن، بس بذات الوقت لازم تكون الأجهزة المستخدمة لهيدي التقنية حديثة كتير بالإضافة لمهارة الدكتور المختص. كريوليبوليز yöntemini ben kendim de uyguladım. Çok memnun kaldığım için Kultek Kristal teknolojisini hastalarıma güvenle uyguluyorum. Hastalarım da çok memnun. Kliniğime bu yöntemle tedavi olmak için bölgesel incelmek için herkesi bekliyorum. بالوقت يلي كانت فيه الدكتورة عم تعطينا معلومات بخصوص هيدي الطريقة بالعلاج، انتهى علاج سيهان وهلأ رح يتم عمل مساج للمنطقة يلي تعرضت للعلاج. بعد تطبيق علاج تكسير الدهون البارد مع سيهان بيتم هلأ علاج سيهان كمان بتقنية علاج الاستقلاب. هاللباس الخاص رح يكون مفيد كتير للتخلص من كل السموم بالجسم. حالات العلاج يلي ممكن تطول لأسابيع أو أشهر لقينيها هون هلأ بجلسة واحدة بس. سيهان كمان بعد كم أسبوع رح تلاحظ تماما كيف رح يتغير شكل جسمها ومقاساته.
بحال كنتوا حابين تخسروا الوزن عن طريق تكسير الدهون الباردة، بتقدروا تشتركوا معنا ببرنامجنا Visit to be treated عن طريق تعبئة استمارات المشاركة على الموقع الرسمي لبرنامجنا www.visittobetreated.com. والدكتورة أولكو سربكايا رح تكون جاهزة إنه تقدم لكم المساعدة والعلاج.